بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد العلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظ الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بمناسبة فوز المهر ثاندر سنو التابع لجو دولفين الإمارات وتحقيقه الكأس الذهبي الثمين في بطولة كأس دبي العالمي للخيل في دورته 23. أعرب سموه فيها عن خالص تهانيه لسمو الشيخ محمد بن راشد على هذا الإنجاز الذي سجلته دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في هذا المحفل الرياضي العالمي، والذي يعكس الدور المرموق للدولة الشقيقة في دعم سباقات الخيل وتعزيز هذه الرياضة العربية الأصيلة، متمنيا لسموه موفور الصحة والسعادة ولدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة دوام الرفعة والازدهار.